جمد التكليف أسبوعا بذريعة أن رئيس كتلة نواب الأرمن أجوب باغرادونيان طلب إلى رئيس الجمهورية تأجيل الاستشارات فاستجاب، إلا أن المهلة الإضافية لن تعدل في مواقف الكتل النيابية ولا في قرار الرئيس سعد الحريري أن يكون المرشح الطبيعي للتكليف. فعلى الرغم من الصمت الإعلامي من بيت الوسط، إلا أن المستشار الإعلامي للحريري حسين الوجه أكد أن المبادرة الفرنسية كانت وما زالت الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف الانهيار وإعادة إعمار بيروت، وأن التأجيل لن يغير الأمر والتعطيل لم يكن يوما حلا للبنان واللبنانيين. النائب طلال أرسلان رحب بخطوة الرئيس عون تأجيل الاستشارات واصفا إياها بالخطوة الحكيمة. أما اللقاء التشاوري فأكدت مصادره أنه ضد تأجيل أي استحقاق دستوري من حيث المبدأ، وتحديدا إجراء الاستشارات خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا على استقالة الحكومة. ولكن في الوقت نفسه ترى مصادر اللقاء التشاوري أن لدى رئيس الجمهورية معطيات جادة وأسبابا لهذا التأجيل هم لم يطلعوا عليها. طلب رئيس كتلة نواب الأرمن تأجيل أكيد بمنطلق موقف وطني. البعض يقول بأنه هذا الموضوع ليس خيار نائب أجوب باغرادونيان، ولكن كانت حجة لحتى ترمى عن ظهر الوزير السابق جبران باسيل. لا، هذا كلام صار معيب روان. أكيد كتلة من ثلاث نواب يمكن ما بيغير مسار الاستشارات. هذا طلب لتسهيل مهام رئيس التكليف، بس نكون واضحين، ما في سبب تاني، لانه اخر مطاف بدي ارجع اكرر. هي كانت مسهله يا اجوب، عرقلتوها هلا انتم. هذا راي، نحن راينا مخالف. نحن الهدف من هذا الموضوع لتسهيل التكليف، لانه نحن عم نمرق بوقت مصيري للوطن، ومفروض كلياتنا نكون مشاركين، كلياتنا نكون مشاركين لنكتب تاريخ المزدهر لوطننا. إذا هذا شو إداني فليكن. بهالأسبوع اللي جاي علينا، كيف كتلة نواب الأرمن ورئيس الجمهورية سيسهلون عملية التأليف؟ وشو دور الرئيس المكلف نفسه؟ ما هو المعني بالتأليف؟ طيب كمان مش اخذين رأيه ومبين انه معارض، يعني حفل الضحك عدقون ما صارت ولا بقى يصير. انا اللي بدي اقوله انه هيدي سابقة، رح ضل هيدي سيرية على الكل. يعني عن جد شي بيضحك روان، يعني هذه الضحكة بمحلها، لانه وصلوا لمحل باحتقار الدستور وبامتهانه وبتجاوزه وباعتباره يعني مش موجود، وانه هن اعلى من الدستور ومن القانون ومن الناس، بمحل ما بقى ينسكت عليه. تلاقى الاشتراكي مع القوات في اتهام التيار الوطني الحر بالتعطيل والوقوف خلف إرجاء الاستشارات. البعض كان يراهن على عدم ذهاب اللقاء الديمقراطي إلى الاستشارات، وبالتالي تخبوا ورانا بالموقف وظنوا بعدم ذهابنا وفي تناقص عدد الكتل التي ستؤيد ستتعثر عملية التأليف. عندما حسم أمره اللقاء الديمقراطي وقرر المشاركة، ضغط على رئيس الجمهورية من قبل التيار الوطني الحر ومن قبل النائب جبران باسيل، وطلب منه التأجيل، وقام بتأجيل الاستشارات بخطوة غير مسبوقة. هذا الأمر لا يبرره شيء، هذا تصرف خاطئ، هذا امتهان خطير لعملية التعطيل، هذا سيؤدي بالبلاد إلى مأزق يكبر يوما بعد يوم، وقد نصل إلى حائط مسدود. سيذكر هذا العهد وهذا الفريق السياسي اللي هو التيار الوطني الحر، سيذكر بأمور كثيرة، ولكن من أهم ما سيذكر به هو أنا برأيي تعطيله لعمل المؤسسات لفترات طويلة لأغيات شخصية. أن يقدم على ذلك عن جد فيها مجازفة كبيرة، وفيها مجازفة على شخصه هو، وفيها مقامرة بمصير الشعب اللبناني. ولكن حقه الدستوري. أوافق. حقه الدستوري إذا كان في فعلا أسباب وطنية تمنع إجراء هذه الاستشارات، وأنه المصلحة التي يحميها من خلال تأجيل الاستشارات هي أهم من إجراء الاستشارات نفسها. هل هالشي اليوم
واقع؟ أكيد لا. موقف الثنائي الشيعي جاء واضحا من قبل الرئيس نبيه بري الذي صرح بأنه ضد التأجيل ولو يوما واحدا. كذلك نقل عن حزب الله محاولته حتى اللحظة الأخيرة السير في التكليف وإتمام هذا الاستحقاق الدستوري في أسرع وقت ممكن إنقاذا للبلاد. رواندا بوخزام، قناة الجديد.